استحقاق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي بعد أيام، حسابات خاصة للجمهوريين والديمقراطيين في هذه الانتخابات. كثيرون يرون فيها اختبارا حقيقيا لسياسات الرئيس دونالد ترامب على مدار نحو 20 شهرا. ففي حال فوز الديمقراطيين فأن ترامب سيجد نفسه أمام وضع صعب. أما في حال فوز الجمهوريين فقد ينعكس ذلك إيجابا على ما تبقى من فترة ولاية ترامب. نتابع المزيد في هذا التقرير. نهاية أسبوع لا يعرف فيه السياسيون الأمريكيون الراحة وهم يعدون الساعات الأخيرة قبل توجه الملايين إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات تشريعية يعتبرها كثيرون فارقة في مسار الولايات المتحدة. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحفاظ على الأغلبية الجمهورية في الكونغرس فيما يعتبره ليس انتخابات نصفية فحسب بل استفتاء على شخصه. هذه الانتخابات ستقرر ما إذا كنا سنبني على الرخاء الاستثنائي الذي حققناه أو سنسمح بالعودة للديمقراطيين المتطرفين. هذا ما أصبحوا عليه الآن، لقد أصبحوا ديمقراطيين متطرفين. إنهم يريدون السيطرة على الكونغرس والتخلي عن بلدنا. هم معول هدم ضخم لتدمير اقتصادنا ومستقبلنا. ترامب ومن خلفه الجمهوريون يركزون حملتهم على ملفين رئيسيين هما الوضع الجيد للاقتصاد الأمريكي والتصدي للهجرة غير النظامية التي يقولون إنها تؤثر على الوضع الأمني. أما الديمقراطيون فيتهمون ترامب وحزبه بالتهاون مع اليمين المتطرف وأنهم وإن بشكل غير مباشر حفزوا الهجوم الدامي على كنيس يهودي في بيتسبرغ. يوم الثلاثاء على وشك الوصول وأنتم جميعا تعرفون أن هناك شيئا مختلفا في انتخابات هذا العام. إنها أكبر من مجرد سياسة، هذه هي الانتخابات الأكثر أهمية على الإطلاق التي سيصوت بها أي شخص منكم. هذه ليست مبالغة، شخصية بلدنا ستكون على المحك في صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء. المنافسة على أشدها والانتخابات تحظى بحماسة غير مسبوقة، فبحسب الأرقام الرسمية أدلى أكثر من 32 مليون ناخب بأصواتهم في التصويت المبكر، ما يمثل زيادة بنسبة 20% عن إجمالي التصويت المبكر في آخر انتخابات نصفية عام 2014. للمزيد ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من نيويورك محمد أسطوحي الكاتب المتخصص بالشأن الأمريكي. مرحبا بك. بداية، ما هي أهم الرهانات التي تكتسيها هذه الانتخابات النصفية سواء للجمهوريين أو أيضا للديمقراطيين؟ طبعا التفكير التقليدي، وأنا هنا أقول التقليدي لأنه الانتخابات السابقة خاصة الانتخابات الرئاسية كل الاستطلاعات كانت تشير في الأغلب إلى احتمال فوز هيلاري كلينتون، لكن في النهاية فاز دونالد ترامب. فالاستطلاعات وإن كانت مؤشر جيد لكنها ليست نهائية وحاسمة. المؤشر الحاسم هو ما سنعرفه مساء بعد غد الثلاثاء، وما إذا كان الديمقراطيون بالفعل من الممكن أن يستعيدوا الأغلبية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. المؤشرات القوية الآن أنه من الممكن بالفعل أن يحققوا شيئا في مجلس النواب، لأنه انتخابات مجلس النواب تتم في مقاطعات صغيرة وحوالي بالتحديد 435 مقعد. أغلب التقارير وخاصة موقع، أنا شخصيا أعتقد أنه من الأكثر دقة 538، تحدث عن أنه فرصتهم تزيد 7% عن الجمهوريين في الوصول إلى الأغلبية في هذه الانتخابات. أما بالنسبة لمجلس الشيوخ
فنحن نتحدث عن 35 مقعد من 100 مقعد، لأنه الانتخابات لا تتم في كل مجلس الشيوخ ولكن تتم في ثلث عدد المقاعد بالإضافة إلى مقعد انتخابات خاصة. هنا في هذه الحالة الديمقراطيون فرصتهم أعتقد أنها أكثر صعوبة، لأنه في كثير من هذه المقاعد هناك مرشح ديمقراطي بالفعل موجود في المجلس، وبالتالي هم يدافعون عن مقاعدهم ولا يبحثون عن الوصول إلى مقاعد جديدة، إلا في حوالي 4 مقاعد فقط لديهم فيها فرصة أن يقوموا بإزاحة عضو جمهوري، لكن هناك 10 مقاعد يحاربون من أجل الحفاظ عليها، ومن هنا فرصتهم أصعب في الوصول إلى هذه الأغلبية. طيب، في حال فوز الجمهوريين في هذه الانتخابات النصفية، هل يعزز هذا موقف ترامب وربما يفتح المجال أو الباب واسعا أمامه للفوز بفترة ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ هذا في الحقيقة أيضا الأغلبية من الممكن أن تتفق مع هذا الكلام، لأنه على فرض أن الديمقراطيين حصلوا على أغلبية في مجلس النواب، ربما نجد في العامين الماضيين جلسات استماع ضد سياساته، طلب من الأجهزة بالحصول على بعض الوثائق من هنا وهناك، فتح باب التحقيقات، الحديث عن الضرائب ودفع الرئيس الأمريكي الضرائب، أو ربما استدعاء بعض الوثائق الخاصة بدفعه للضرائب خلال السنوات الماضية التي رفض الإفصاح عنها خلال الحملة الانتخابية. هذه أمور من الممكن أن تسبب صداعا للرئيس الأمريكي بالتأكيد، ولكن ما لم يكن هناك سموكينج جان أو الحصول على السلاح كما يقال الذي ارتكبت به الجريمة، فإنه هذا يكون أكثر صعوبة وربما يفتح الباب للرئيس الأمريكي. نعم، على الجانب الآخر هناك رغبة كبيرة من طرف الديمقراطيين في تحقيق الفوز في هذه الانتخابات. نشاهد منذ قليل صور مباشرة من ولاية انديانا الرئيس السابق باراك أوباما في الحملة الانتخابية للديمقراطيين. هناك أيضا خلافات داخل الحزب الجمهوري، هناك شخصيات كبيرة في الحزب معارضة لترامب ولسياساته. هل سيؤثر هذا الانقسام إن وصفناه كذلك داخل الحزب في حظوظ ترامب وحظوظ الجمهوريين عموما في الانتخابات، سواء في مجلس النواب أو أيضا في الكونغرس؟ هو دعني أضيف جملة قبل سؤالك، كنت سأريد أن أؤكد عليها، أنه أحيانا وجود أغلبية من المعارضة في الكونغرس تساعد الرئيس الأمريكي في حظوظه في الانتخابات القادمة، لأنه أي فشل لسياساته من الممكن أن يلقي باللوم على المعارضة أنها هي التي أعاقت تنفيذ الأجندة خلال الفترة الماضية، وبالتالي يعطيه ذلك بعض المصداقية لدى جمهور الناخبين. أما الحزب الجمهوري فهناك انقسامات حقيقية بين المعتدلين والمتشددين أو المتطرفين داخل هذا الحزب، ولكن على مدى الفترة الماضية والعامين الماضيين تحديدا كان هناك تبعية كبيرة للبيت الأبيض وما يقوله الرئيس الأمريكي، لأنه أغلب السياسيين الأمريكيين يعرفون تماما أن القاعدة الجمهورية لا تزال تؤيد الرئيس الأمريكي بقوة. شكرا جزيلا محمد السطوحي الكاتب المتخصص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من نيويورك. بهذا نأتي مشاهدينا إلى ختام الساعة الأخيرة، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.